مساء الخير واهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من مش بالكلام. حلقتنا النهارده فيها اخبار وفعاليات اقتصاديه هنبتديها من بعثه صندوق النقد الدولي اللي زارت مصر قبل ايام لاجراء المراجعه الثالثه لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري. هنروح بعدها لمجلس النواب واللي وافق في جلسته العامه قبل ايام على مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب واللي من شأنه تقنين أوضاع شركتي أوبر وكريم بعد حكم القضاء الصادر بإيقاف نشاطهما في مصر. كمان هيكون معانا تفاصيل المفاوضات اللي شهدتها القاهرة قبل أيام ما بين الحكومتين المصرية والقبرصية لإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز إلى أوروبا. وهيكون معانا أيضا طرح شركة سامسونج لأحدث منتجاتها وهو تلفزيون الكرة قبل أسابيع من انطلاق مباريات كأس العالم في روسيا. وهنختم حلقتنا النهاردة بحوار مع واحد من المستثمرين العرب اللي بيستثمروا في قطاع التشييد والبناء المصري ومجالات أخرى وهو المستشار مشاري مرشد المرشاد رئيس مجلس إدارة شركة المتطورون للاستثمارات العقارية. بعثت صندوق النقد الدولي وصلت القاهرة قبل أيام لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. البعثة اللي بيترأسها ديفيد ليبيتون النائب الأول لمدير عام الصندوق أشادت بالإصلاحات في مصر وقالت إنها أعادت الاستقرار للاقتصاد المصري، إلا إنها حذرت من ثلاثة أمور أساسية، أولها أن تتأخر الحكومة في إصلاح دعم الطاقة بتحريك الأسعار، كمان البعثة حذرت من ارتفاع الدين العام وقالت إنه يجب التعامل معه، بالإضافة إلى إنها حذرت أيضا من التأخر في خلق فرص عمل للشباب في مصر. اللافت أن عمرو الجرحي وزير المالية قال خلال مؤتمر مشترك بحضور بعثة الصندوق الدولي أنه لا يمكن وضع ضغوط على المواطن في الوقت الحالي وأن الحكومة هتعمل على توجيه جزء من أموال الدعم لبرامج الحماية الاجتماعية والمشروعات الاستثمارية الأخرى. الجرحي بشر المصريين بتوقعاته عن زيادة متوسط دخل الفرد وأكد أن مصر ستشهد خلال العام المالي المقبل ارتفاعا ملحوظا في مستويات المعيشة، لكن بأي أسلوب الحكومة هتتعامل مع التحذيرات الثلاثة لصندوق النقد الدولي ده اللي هنحاول أن احنا نعرفه من الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد واللي معانا دلوقتي على التليفون. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيكي. دكتور، برأي حضرتك إزاي الحكومة تقدر تتعامل مع ارتفاع الدين العام اللي بيتزامن تقريبا مع تحديات إقليمية وعالمية منها ارتفاع أسعار البترول واللي على أساسه من الممكن إن الحكومة تكون مضطرة لرفع أسعار الوقود مرة أخرى؟ من خلال المزيد من العمل، تهيئة بيئة ومناخ الاستثمار، جذب استثمارات سواء محلية أو عربية أو أجنبية، يبقى في ثواب وعقاب، يبقى في إدارة رشيدة، يبقى في ثقافة نشر ثقافة العمل الحر، كل دي إجراءات القضاء على الفساد، القضاء على البيروقراطية، كل دي إجراءات تحسن فرص العمل وتزود فرص العمل وبالتالي تجيب إيرادات أكبر وتخفض من عجز الموازنة وتلبي طموحات الصندوق. حضرتك شايف إن الإجراءات دي بدأت فيها الحكومة بالفعل ولا إجراءات يجب أن يتم العمل بها فورا؟ يجب أن يتم العمل بها فورا. طيب حضرتك شايف تصريحات وزير المالية الدكتور أو الأستاذ عمرو الجرحي عن عدم وجود نية لوضع ضغوط جديدة على المواطن في الوقت الحالي إزاي؟ وهل ده يعني قابل للتنفيذ؟ شوفي، إحنا طمعنا الصندوق ولبينا له كل اللي كان عايزه وزيادة شوية، فخلى الصندوق بيضغط زيادة وزيادة. المواطن ليه قدرة تحملية والرياش عارفة الكلام ده ومجلس الوزراء عارف الكلام ده، عشان كده وزير المالية بيقول ما نقدرش نضغط على المواطن أكتر من كده، إنما كل حاجة ليها حدودها. علشان كده في حاجات نقدر نلبيها وفي حاجات ما نقدرش نلبيها. يعني ما يقول لي فرص عمل، فرص عمل لعمل إيه؟ إذا كانت الدولة من خلال المشروعات القومية خلقت فرص عمل كثيفة جدا، خفضت معدل البطالة اللي كان في عهد الإخوان وصل 14.8، السنة دي بتتكلم عن 11.2. فده كله بيقول ان معدل البطاله بينخفض ما بيزيدش. وبعدين لو انت صندوق شاطر قوي كده يعني وعايز تخفض كده، طب متوسط البطاله في اوروبا كام؟
10 و9 من 10 يعني ما بعدش عننا كتير، فمالوش لازمه انك تتزايد قوي في طلباتك، لانه لازم كل شيء يتعمل بشكل متدرج علشان المواطن ما يحسش بمزيد من الضغوط. وفي نفس الوقت احنا شفنا لما عومنا الجنيه والدولار وصل من 8.83 وصل الى 19 و19.5، ده كله عمل ضغوط قد ايه، رفع الاسعار قد ايه، خلى المواطن عانى. فده كله خلى الدوله تضطر انها تزود القيمه بتاعه التكافل وكرامه ومعاش الضمان الاجتماعي، واللي كان بياخد في بطاقه التموين الفرد رفعته من 21 الى 50، ودي كلها عملت ضغوط على الموازنه. حضرتك شايف، انا فهمت كده من تصريحات حضرتك ان حضرتك عايز تقول ان صندوق النقد الدولي بيحاول انه يغازل المواطنين بانه هو لا يضغط، وانه هو بيبحث عن فرص عمل للشباب، وبانه بينظر للحاله الاجتماعيه ليضع ضغوط جديده يعني على الحكومه امام المواطنين. شوفي، الصندوق بيهمه بالدرجه الاولى ايه؟ الصندوق ده بنك زي اي بنك في الدنيا، لما يسلفك مش البنك ده عايز ياخد ضمانات انك هتقدر تسددي وترجعي له فلوسه؟ صحيح. ايوه، دي مش فلوسه، دي فلوس الحصص بتاعت الدول اللي مساهمه عنده. صحيح. فلازم يبقى ضامن ان الدوله هتقدر تسدد، عشان كده بيتزيد شويه في الشروط، بيضغط اكتر على الدوله علشان يضمن اني من خلال هذه ما يسميها اصلاحات انه هتقدر الدوله يبقى عندها فوائد وتقدر تسدد للصندوق فلوسه. ده اللي بيهمه بالدرجه الاولى. وفي نفس الوقت لما عمل الضغوط دي قبل كده وكان بيضع شروط قاسيه جدا، قامت ثورات في بعض الدول وبقت سمعته وحشه جدا، فبالتالي بيحاول يحسن صورته ويقول لا، دي الدوله هي اللي ترفع خطه اصلاح ليا، وانا لما اقتنع بيها ادي للدوله، بحيث تتسق الخطه المرفوعه مع توافقاته ومع احتياجاته. وفي نفس الوقت بيتلك ويقول البعد الاجتماعي وضروره البعد الاجتماعي زي ما قلت لك او مصورات. فهي المساله زي ما قلنا، كل حد بيهم انه يعظم مكاسبه، لازم الحكومه تعظم مكاسبها في الدفاع عن المواطن، وزي ما الصندوق بيعظم وبيضغط علشان ياخد مزيد من الضمانات في قدره الدوله على سداد هذا القرض اللي هو 12 مليار مجزء على 3 سنين. حضرتك متفق مع تصريحات الوزير عمرو الجرحي اللي متوقع فيها ان بنهايه العام الحالي هيكون في انتعاشه اقتصاديه وتحسين لمستوى معيشه المواطنين؟ في بعض الاحيان الوزراء لازم يقولوا كلام سياسي حلو، فاذا كان عنده الخطه دي يبقى كان لازم يقولها، يقول من خلال 1 2 3 4، انما ما يجيش زي المرشح بتاع مجلس النواب اللي ينزل يقول لك انا هخدم المواطن، شقه لكل مواطن، سياره لكل مواطن، طب كيف؟ يسكت. فلا بد برضه ان يبقى عندي، ما دام انا وصلت للقناعه دي يبقى عندي خطه اقدر عليها للناس من خلال 1 2 3 4. هو دلوقتي بيقول ان احنا عشان حسينا مستوى خفض العجز الموازنه ما زال 8.4، بيقول عشان الحمد لله المديونيه بقت جيده، وارتفاع احتياطي النقد الاجنبي كمان وصل 42 مليار، يعني هل دي كلها مش مؤشرات؟ لا، النقد الاجنبي وصل ل 85 مليار. احتياطي النقد الاجنبي بقى 80 مليار؟ 85 من قد ايه؟ دي كلها 85 بقول. طب من قد ايه عشان نفرح يعني مع حضرتك؟ خلال السنتين ثلاثه اللي فاتوا دول زاد. انما ما بنقول تراكم الدين، يعني انت استلفتي في ال 100 سنه اللي فاتت من يوم ما اتولدت لغايه النهارده استلفتي 200,000 جنيه. فما اقدرش اقول ال 200,000 جنيه دول من قد ايه؟ من ساعه ما بدات استلفتي. يعني لما عملت 25 يناير كان كل قروض مصر 33 مليار. النهارده وصلت ل 85. لان ما تنسيش سنه حكم الاخوان دي ارتفع فيها كتير جدا، واحنا كان كل مشكلتنا ان بيقولوا عندنا مشكله ازمه ديون، فبتضطري تطرحي السندات في العالم، والسندات دي يعني ديون. بتطرحي السندات دي في العالم عشان تعززي هذا الاحتياط النقدي. يطلع محافظ البنك المركزي يقول انا وصلت النقد احتياط النقد بتاعي ب 44 وكسر، حلو قوي، بس لازم تحلله، هو كله بتاعك ولا في جزء منه مستلف وفي جزء؟ طب بشكل نهائي يا دكتور، حضرتك متفائل بالحاله الاقتصاديه في الفتره اللي جايه ولا لسه عندك بعض المخاوف؟ لا، ما زال بلا جدال احنا الحمد لله طلعنا شوط كويس قوي، كل يوم احنا افضل من اليوم اللي قبله، لكن زي ما انت بتقولي لابد، وانا ماشي في السكه وبعمل اصلاح اقتصادي لابد اعمل اصلاح اجتماعي علشان امتص الاثار السلبيه لهذا الاصلاح عشان ما اضغطش على المواطن وما سببلوش مزيد من المعاناه. شكرا جزيلا دكتور رشاد على وجود حضرتك معانا وعلى التفاؤل اللي في نهايه كلام حضرتك.
مجلس النواب وافق في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وهو القانون اللي بينظم أوضاع شركتي أوبر وكريم في مصر، خاصة بعد صدور حكم القضاء الإداري بوقف نشاطهما في مصر نهاية مارس الماضي. وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر علقت على موافقة المجلس وقالت إن القانون الجديد هيشجع الشركات المصرية على الدخول والمنافسة في السوق. كمان الوزيرة أكدت إن القانون سيسمح بدخول التاكسي الأبيض ضمن منظومة النقل التشاركي، لكن في المقابل إلى أي مدى القانون الجديد ضمن للشركات دي الربحية وكفل لها العمل بشكل مرخص به؟ ده اللي هنعرفه من الأستاذ محمود عبد الحميد رئيس رابطة التاكسي الأبيض، واللي معانا دلوقتي على التليفون. أهلا بحضرتك معانا يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. في البداية عايزة أعرف من حضرتك، هل وزارتي الاستثمار والنقل فتحت حوار مجتمعي حول القانون الجديد مع الشركة، وهل أخذوا بمقترحاتكم ولا لأ؟ لا طبعا لم يحدث أي حوار مجتمعي، ولم تتقدموا بأي طلبات أو مخاوف أو حتى ضوابط للقانون؟ لا لا لا، يعني ما حصلش التقاء خالص تجاه وزارة الاستثمار نهائيا على التاكسي الأبيض تحديدا. ولكن بس خليني أقول لحضرتك في البداية إن فكرة القانون تحديدا إحنا كنا أشرنا للدولة وقلنا إن في حد بيشتغل ما يقرب من 3 سنوات بدون اي شكل قانوني خالص نهائيا وبيشتغل في مجال الاجره عربيه ملكي. تمام. دلوقتي صدر قانون، والقانون هيحط ضوابط للعربيات ان هي تشتغل في مجال الاجره. احنا طبعا فكره التقنين ذات نفسه فكره بالنسبه لنا لما حد يكون مقنن غير لما يكون حد مش مقنن. فكره طبعا جيده، مش يعني في اي مجال. وكان ليكم مطالب في هذا الاطار بصفه حضرتك ممثل عن التاكسي الابيض، ان هم كانوا بيعملوا بدون ضوابط وقواعد، وكانت انتوا عندكم ضوابط وقواعد صارمه بتطبق عليكم. بالظبط. حتى اللحظه الحاليه دلوقتي بقى اللي صدر في القانون برضو ايه، يعني انا عندي تعريفه عداد موجوده بالنسبه للتاكسي. هو برضو ما عندوش في قلب القانون ما عندوش تعريفه عداد. أنا دلوقتي برخص مثلا رخصة المعنية بتاعتي، بس على أرض الواقع يا أستاذ محمود يعني التعريفة اللي بيعلنها أوبر وكريم أرخص من التاكسي الأبيض. لا لا ده طبعا ده بشهادة المواطنين، بدليل إن الإقبال عليهم كان أقوى من الإقبال على التاكسي الأبيض وسبب ليكم مشكلة. لا لا لا، الكلام ده طبعا يعني مش موجود خالص نهائيا. هي أوبر وكريم أغلى بكتير، بس أنا يعني اسمحي لي مش عايز أروح الحته دي تحديدا عشان احنا اتكلمنا في الحته دي تحديدا مرارا وتكرارا. احنا عايزين نتكلم بفكره القانون، مش هرجع بقى نخش سلبيات وايجابيات واقعد اتكلم على كلام بتكلم فيه بقالي سنتين. خلينا نتكلم في جزئيه، حتى كمان لو سائق التاكسي نفسه عنده سلبيه احنا مش هنعدمه، احنا بندور على تطوير المنظومه ككل. ان في الاول وفي الاخر سائق التاكسي او اي حاجه هتشتغل في البلد يعني بشكل كويس هتبقى ميزه او امتياز للبلد ذات نفسه وهيطور من البلد. فمش اي حد هيبقى مخطئ هنقطع رقبته، احنا هندور ازاي نطوره، وده اللي احنا شغالين عليه. فبعيد عن السلبيات والايجابيات، خلينا نقول ان فكره تعريفه العداد ما هيش موجوده في قلب القانون، وكانت يجب ان هي تكون موجوده في قلب القانون. تمام. سواء بقى هتبقى ارخص سواء هتبقى اغلى زي ما تكون. تمام. التعريفه ايه تاني؟ التعريفه دلوقتي برضو المفروض ان العربيات هتشتغل برضو بنفس اللوحات الملاكي زي ما هي. كل اللي هيتحط علامه اضاحيه تبين ان تابع للشركه ديت، شركه اوبر او شركه كريم او اي شركات ثانيه هتبقى موجوده طبقا للقانون. العلامه الاضاحيه دي فوجئنا لان العلامه الاضاحيه هتبقى متحركه. ولما هتكون متحركه ده طبعا شيء هيبقى صعب وهيدي المرونه لحد كان بيشتغل بغير شكل قانوني ان هو برضه ممكن ما يحطش العلامه الاضاحيه، لكن لو كانت العلامه الاضاحيه حتى على الاقل ثابته كانت هتبين مين اوبر ومين كريم ومين اي شركه ثانيه خاصه هتشتغل في المجال. تمام. فكره الترخيص ذات نفسه، انا ارخص كل سنه العربيه بتاعتي الاجره، هو هيرخص كل 3 سنين. انا هدفع ما يقرب من 5000 وكسور بالنسبه للتامينات والضرائب، هو يدفع 3000 وكسور في 3 سنين، انا هدفع 5000 وكسور في السنه الواحده. فكره الرخصه المهنيه،
انا هعمل رخصتي المهنيه بعد ما اكون مأدي الخدمه العسكريه، واكون خضعت الكوميسيون الطبي يتبع لوزاره الصحه يتبع للدوله تحديدا يعني، واخد ترخيص مده 3 سنين. هو هيرخص رخصه لما يتم 18 سنه، ياخد رخصه لمده 10 سنين بدون ما يأدي الخدمه العسكريه وبدون ما يأدي اجراءات كوميسيون. هو وجود القانون يا استاذ محمود مش المفترض انه يطبق على كل العاملين في القطاع، وهل عندكم مخاوف ان بتطبيق القانون نلاقي 1000 اوبر وكريم موجود وتنهار منظومه التاكسي الابيض في مصر؟ هو ده اللي هيحصل بالفعل في الفتره اللي جايه، ان خلاص احنا بنتكلم عن عربات ملاكي، فاكيد هيبقى بدل ما في 100,000 عربيه او 50,000 عربيه اكيد هيظهر 500,000 شركه، 500,000 شركه هيشغلوا عربيات، ويصبح مصر حوالي 8 مليون عربيه ملاكي يشتغلوا في مجال الاجره، وبكده يبقى التاكسي ما بقاش ليه وجود نهائيا. طب هل مش من حقكم ان انتم تطالبوا بتطبيق القانون على التاكسي الابيض؟ واحنا القانون بالنسبه للتاكسي الابيض موجود، ولكن فكره برضو حضرتك بتقولي ان القانون قال يدمج التاكسي الابيض، هي فكره برضو مش هتبقى يعني قانونيه. ليه مش هتبقى قانونيه؟ ان النهارده القانون اسمه قانون نقل الركاب لتكنولوجيا المعلومات بالسيارات الخاصه. احنا طيب ايه المانع ان التاكسي الابيض يدخل في المنظومه ونطور من اداء العاملين بيه؟ والله احنا ما عندناش مانع خالص، بس مش فكره الدخول في المنظومه تحديدا. احنا قدمنا لمجلس النواب لمنظومه تحل موضوع المشاكل اللي حضرتك كنت لسه بتكلمي عليها من شويه بالنسبه لاي سلبيه. بتقول ايه؟ بتقول ان احنا النهارده كتاكس ابيض بنشتغل بشكل فردي، بما معنى كل صاحب سياره بيشتغل بنفسه. فاحنا قدمنا قانون وقدمنا منظومه كل التاكسي الابيض يكون تحت رعايه هذه المنظومه ويكون بيشتغل بشكل جماعي، ما يكونش بشكل فردي. وبهنا بنضمن اي سلبيات ما تكونش متواجده خالص، لان باختصار اي حد هيجي يرخص لازم يرخص من خلال المنظومه، هيمر بجميع الاتجاهات اللي هي او الضوابط اللي احنا موجوده. استاذ محمود بشكرك على وجودك معانا، وان شاء الله يكون في تعديل لمنظومه نقل الركاب بشكل كامل حتى لا يضار احد. شركة سامسونج مصر للإلكترونيات أعلنت عن إطلاق حملتها الجديدة تحت اسم تلفزيون فوتبول الكرة بخصومات تصل إلى 15%. تفاصيل أكتر هنعرفها من المهندس قاسم محسن رئيس قطاع التلفزيونات بسامسونج مصر. أهلا بحضرتك معانا يا فندم. أهلا وسهلا. لو عايزين نتعرف على ما يميز تلفزيونات سامسونج الأحجام الكبيرة ومدى قابلية طرحها خاصة وإحنا داخلين على كأس العالم، حضرتك شايف إيه؟ هو زي ما حضرتك بتقولي طبعا إحنا داخلين على كأس العالم، وده بيبقى موسم كبير جدا للتلفزيونات. إحنا عشان كده أطلقنا حملة الفوتبول تي في أو تلفزيون الكورة، لأن إحنا عندنا في تلفزيونات سامسونج الموديلات الحديثة عندنا خصائص معينة بتستخدم تحديدا للرياضة، بتخلي المشاهدة والصورة وسرعة الحركة مختلفة جدا، كأنك قاعدة جوه الملعب سواء في الصوت أو في الصورة. فعشان كده ده اللي بيميز موديلاتنا عن أي حاجة تانية، فأطلقنا الحملة دي. الحملة دي بمنتهى البساطة عبارة عن خصومات كبيرة جدا على كل الموديلات بتاعتنا، زائد هدايا عينية مختلفة عشان تخلي الناس تشجعها انها في الموسم ده تشتري تلفزيونات وتستمتع بمشاهدة كأس العالم كأنها قاعدة جوه الملعب. بشكر حضرتك على وجودك معنا وعلى العروض اللي دايما بتتناسب مع الحالة اللي احنا بنعيشها، سواء حالة معيشية او كمان حالة كلنا منتظرينها زي كأس العالم فيها فرحة للمصريين. شكرا جزيلا. مشاهدينا معانا بعد الفاصل لقاء مهم جدا مع احد رجال الاعمال العرب اللي قرر انه يضخ استثمارات في الاقتصاد المصري. هنعرف تفاصيل اكتر عن مجموعه المتطورون وايه اللي بتعمله في مصر بعد الفاصل. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. في حلقات سابقه قدمنا ليكم تجارب استثماريه عربيه وخليجيه تعمل داخل السوق المصري بدعم وتشجيع من بيئه الاعمال اللي شهدت اصلاحات كتيره الفتره اللي فاتت، واللي ادت الى ان مناخ الاستثمار في مصر اصبح جاذب لرؤوس الاموال العربيه والعالميه. واحده من الحاجات اللي بتبشر بمزيد من التفاؤل في المناخ العام في مصر لما بنقابل مستثمرين ورجال أعمال عرب بيمثلوا قيمة وقامة على مستوى الوطن العربي،
ونلاقي مصر من الوجهات الأولى اللي اختاروها لضخ استثماراتهم. ولأن رأس المال جبان إلا أن رؤوس الأموال العربية في مصر تستثمر حتى في أقصى الظروف، انطلاقا من انتماء وحب لهذا البلد في قلوب المستثمرين العرب. واحد من دول بيشرفنا النهاردة في الاستوديو وهو نموذج ناجح لرجال الأعمال العرب وبيتمتع بإمكانيات إدارية وفنية هائلة. رحبوا معايا بالمستشار مشاري مرشد المرشاد، رئيس مجلس إدارة شركة المتطورون للاستثمارات العقارية. أهلا وسهلا بحضرتك معانا النهاردة على شاشة قناة المحور. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. لو عايزين نتكلم على بداية استثمارات حضرتك في مصر، يعني نقدر نقول ان الوقت اللي اتخذت فيه القرار وحسيت ان الاقتصاد المصري يعني يجب ان تضخ فيه استثمارات من قبل شركاتكم كان امتى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وخاتم الانبياء سيدنا محمد ومن اتبع هداه الى يوم الدين. احنا بدينا بعد طلب الرئيس السيسي في عام 2015 في المؤتمر الاقتصادي اللي صار في شهر 3، أسسنا شركة مساهمة عامة مصرية برأس مال 300 مليون جنيه تعمل في أكثر من نشاط تجاري، منها المقاولات والتشييد والسياحة، بالإضافة لشغلنا الحالي في مصر تنظيم رحلات الحج والعمرة إلى مكة المكرمة. تمتلك إحدى شركات مجموعة متطورون في مكة المكرمة مؤسسة مشاري مرشد المرشاد للتشغيل والصيانة في مكة، فندقان يقعان في منطقة العزيزية، السعة الإجمالية 1200 سرير مكون من 359 غرفة تم تشييدهم العام الماضي، تم إشغالهم بالكامل لحملات فرنسية لعام 1438 هجري. وإن شاء الله أن احنا مقبلين في مصر نقدم حاجة لأهلنا في مصر، لأن مصر للأمانة لأن لها محبة خاصة في قلوب كل الكويتيين، ونرحب جميع اخواننا خاصة ان الظروف اللي حضرتك اخترت ان انت تضخ فيها استثماراتك كانت بالنسبة للاقتصاد المصري ظروف صعبة. بس خلينا نقول مجموعة المتطورون، يعني لو هنتكلم على النشاط السياحي هنقول ان ده نشاط موجود عند حضرتك في السعودية وبتشتغل فيه، لكن النهاردة قطاع التشييد والبناء، ولو بنتكلم من 2015 واحنا دلوقتي في بداية 2019، النهاردة حضرتك شايف الاقتصاد المصري كان فين ووصلنا لفين، وهل رأس مال الشركة في الفترة اللي جاية في نية لزيادة الاستثمارات والاتجاهات أو الاتجاه لمجالات أخرى؟ والله احنا أختي الفاضلة احنا الحين بعد التطورات اللي حصلت في رئاسة الرئيس مشير عبد الفتاح السيسي، يعني البلد شغالة على قدم وساق في مشاريع العاصمة الإدارية وفي الكباري وفي الجسور. يعني الأمان لله البلد مقبلة على نمو خلال الأربع سنوات القادمة تقريبا. احنا الحين في دراسة عندنا في المجموعة، احنا مجموعة السحاب العالمية الغابضة الكويتية تملك تحتها 40 شركة متعددة الأنشطة في الأردن، في عندنا في السعودية، أيضا فتحنا شركة مساهمة عامة في السودان، وعندنا شركة مجموعة المتطورون والاستثمارات العقارية. في احتمال أن قبل الربع الأخير السنة هذه نضخ 100 مليون دولار أمريكي في أعمال التشييد والبناء اللي هي عن طريق الحكومة بنظام البيوتية والمشاركة الحكومية لأعمال البناء في العاصمة الإدارية إذا الله كتب، يعني إن شاء الله. طيب لو نتكلم على مجموعة المتطورون واللي تم إنشائها للاستثمار في مصر، وهنقول أن ده عقب مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، هنقول أن كان في جزء في نظرة أن حضرتك عايز تقف بجانب الاقتصاد المصري. لو بنتكلم على حسابات الربح والخسارة، حضرتك النهاردة شايف أهم الأمور الجاذبة في الاقتصاد المصري وأهم المشكلات اللي واجهتك على أرض الواقع من 2015 حتى هذه اللحظة لكي يتم الاستفادة منها ويكون في مش بس 300 مليون جنيه، لا يبقوا يعني هنقول بالعملة الكويتية، يعني على الأقل مش عايزين دولار. يعني هو يا أختي البلد بعد المشاكل اللي حصلت في الأربع سنين اللي قبل، يعني دائما رأس المال جبان، بس حنا يعني بعد الله سبحانه وتعالى مصر يعني مقبلة على نمو، فالفرص متاحة للجميع حاليا. يعني احنا ممكن بداية ممكن نضخ 100 مليون مشاريع اللي هي مشاركة تكون عن طريق الدولة اللي هي الهيئة العامة للإسكان والتعمير
عن طريق الأراضي أو المناطق الحرة تبع لها العام الاستثمار. مصر الطلب كثير والعرض قليل، فأنا المعادلة هي الصعبة اللي هي أن أنت تعمل من الدينار تحول على الجنيه، هيعمل معك طبعا الأجور والرواتب هني مو زي الكويت يعني. ففي خطط أنه ممكن احتمال أن نطرح الشركة في البورصة المصرية بالتعاون مع يعني الوزارات حسب الآلية اللي تمشي عليها مصر. عندنا حسابات في الأردن وعندنا حسابات في السعودية وعندنا في السودان، تمتلك الشركة أساسات الزراعية السودانية 160 ألف فدان زراعي في ولاية نهر النيل. احتمال يعني نحصد أول حصد بعد رمضان. أكبر استثمار للمجموعة في أي دولة عربية؟ أكبر استثمار عندنا احنا رؤوس الأموال عندنا في الكويت تعدى يعني تكلمين أنت ب 200 مليون دولار حاليا. يعني هذه الأمور محافظ مالية، أنا أدير صناديق استثمارية معاونة من مجلس إدارة تنفيذي معي، في كوني أنا رئيس مجلس إدارة معين من ضمن الشركاء. يعني دائما الناس رأس المال الجبان، لما نجي نتكلم نقول مثلا أنا تعال أدخل في مشروع في مصر، دائما التروي البلد يعني الأمانة لله هي أم الدنيا مصر يعني، واللي ما يشتغل في مصر مستحيل أنه يكسب. وأحب أني أتطرق في موضوع مصر، اللي يشتغل في مصر مستحيل أنه إيه؟ أنه يخسر. يخسر ولا يكسب؟ لا ما يخسر، حيربح يعني. يعني أنا أرجع للرجل الأعمار الكويتي الله يرحمه ناصر الخرافي، حتى لما من أكبر المستثمرين الكويتيين اللي استثماراتهم موجودة على أرض مصر، هو كمان محب المصر يعني. فلما سألوه قالوا له يعني ما شاء الله الثورة هذه، قال المبالغ اللي أنت جمعتها قال كلها من مصر. يعني مصر يعني بلد كثافة سكانية عالية، طلب كثير، فارق العملة الدينار إلى الجنيه هيعمل معانا. يعني مثلا في الكويت لما أنا أجي أستثمر مشروع تكلمين أنت بخمسة مليون دينار ما يعادل كذا مصري، لما أنا أجي أجيب مليون هني يفرق معاي بالنسبة للأجور، أنا نحسب الأجور والرواتب يعني. فإن شاء الله أن خطوتنا الجاية أنها بداية 100 مليون دولار ومقبلة للزيادة حسب الآلية. 100 مليون دولار؟ نعم. ده في نية الشركة لضخهم في السوق المصري أو الاقتصاد المصري. هذا القطاع الساحلي، إحنا هنشتغل في قطاع ساحلي الحين، نأخذ لنا أراضي سياحة تبع الساحل عن طريق شركات مشاركة معهم مثلا في نسبة 60% لنا 40% لهم، الشراء ممكن أنا أشتري. ودائما حنا يقولك الشطارة في الشراء، فأنا لما أتعامل مع الدولة يكون أفضل لي كشركة يعني، لما أجي أشتري من الأهالي هيكون أغلى علي. فأنت حضرتك شايف إن يعني الحكومة حاليا عندها خطط وعندها فرص بتطرحها على المستثمرين العرب بشكل خاص علشان ننمي استثماراتهم في مصر، لكن في المقابل زي ما حضرتك قلت إن رأس المال جبان، وإن في تجارب أليمة لبعض رجال الأعمال العرب في مصر نتيجة إن هم زي ما حضرتك بتقول إن النية والأأمن إن أشتري من الحكومة، لكن في فترة من الفترات كان الشراء من الحكومة في مشاكل، وفي بعض رجال الأعمال بيتحاسبوا على أنهم استخدموا قواعد غير مظبوطة أو غير سليمة في الاستحواذ على أراضي من الدولة. هل دي مخاوف ولا حضرتك شايفها أنها قواعد صارمة بتطبق في كل دول العالم، وأن المفترض رجل الأعمال العربي اللي عايز يجي يشتغل في مصر لازم يكون نظرته إيجابية للتعامل مع الحكومة المصرية وموظف القطاع العام بشكل خاص؟ والله يا أستاذتي الفاضلة، حنا ب 2008 احنا قطاعنا الاساسي زراعي، قدمنا في محافظة قنا عن طريق المحافظ كان اعتقد عادل لبيب او 2009 من المحافظين النشطين الناس جدا اللي ما شاء الله يعني اشكره واحب اني امسي عليه. قدمنا عنده على ارض زراعية، طبعا الاجراءات كانت زمان شوية يعني فيها بطء. وبعد 2012 هم قدمت ما حصل نصيب يعني. الحين البلد الأمانة الفرق القديم عن الجديد ان البلد ليه ما حصلش نصيب مع ان الفترة دي كان في تشجيع كامل للاستثمارات العربية زي الفترة الحالية بل ممكن يكون اكتر؟ هو المشكلة ان انت لما تكونين انت ما السيارة ما تسوقها، ما يسوقها شخصين، هو كان معنا شراكة يعني ناس يقولك لما مش عاوز مصر مثلا روح مكان بلد ثاني يعني مثلا رومانيا. المشكلة كانت عندكم الشركة مو من الدولة يعني. احنا كنا قدمنا طلب على 9500 فدان زراعي في محافظة قنا في منطقة اسمها المراشدة. اخترتوا هنا بناء على ايه؟ والله بناء على ان احنا عندنا اكثر من 600 شخص من اهل قنا في الكويت، غير طبعا
المصريين اخواننا المصريين يعني الاداره كلها عندنا والعاملين وعندنا كذا. حضرتك عايز ترجعهم من الكويت يشتغلوا فينا ولا عايز؟ هم يقولوا مش عايزين يروح قنا يعني. هو اساسا الارض انت لما تيجي تاخذ الارض طبعا الاهالي اللي جنبك معرفتك يعني. انا ما اقدر اخذ مكان انا ما اعرف جاري. فالزراعه احنا لما قدمنا ما الله كتب نصيب الدوله. المحافظ كان وقتها عادل لبيب الله يمسيه بالخير. فقال لي من عندي موافقه بس اطلع الدقي وادفع الفلوس وخلص يعني. يعني ما قصر معانا الراجل من اي حاجه بس احنا طلع الخلل من عندنا. طيب لو بنتكلم على المرحله الحاليه والاستثمار الزراعي في مصر، طبعا حضرتك عندك خلفيه ان الدوله طارحه 1.5 مليون في الدال للاستصلاح الزراعي، موفره كل عوامل النجاح لهذا المشروع بشكل كامل. حضرتك شايف المشروع ده ازاي؟ وازاي نستفيد من تجربتك في هنا ان لازم الاستثمارات تيجي بشكل كامل ان احنا نستفيد من الاستثمار الزراعي في مصر؟ هو الحسبه هي حسبه وتناسب اختي الفاضله. يعني انت الحين لما احنا اخذنا مشروع السودان ولايه نهر النيل، الدوله هناك تعطيك عن نظام الري. انت تاخذ من النهر النيل وتصب فين؟ في الارض. يعني هتعمل بايب لاين من غير حفر ابار، الدوله هنا تلزمني في حفر الابار. الابار يعني لما نجي نتكلم 9500 فدان تحتاج لها فوق تقريبا فوق ال 120 بير ارتواز. البير معدل من 500 الى مليون جنيه. ممكن بعدنا منسوب الارض لما اجي انا احفر البير 16 متر 17 متر ممكن اكثر ممكن اقل، ممكن انا فتره معينه ينشف الماء يكون تحتها صخر. فهذا حيعمل لي دروب ثاني، حروح احفر في مكان ثاني او ان الارض تكون مثلا نشبت. احنا الحين هي الارض من الاساس مش بيكون عليها دراسه، وحضرتك عارف او الدوله مقدمه لك مشروع متكامل فيه ان الارض فيها بير فيها على بعد كذا وان هتضمن لك ان يكون في توفر للمياه، ولا هي بتدي لك الارض وحضرتك؟ لا هو الفرق ان في مصر والسودان يعني احنا نتكلم انا راس مالي انا ادور الوفر ما ادخل في كوست عالي. ليه دايما الاستثمارات الزراعيه بتتجه للسودان؟ والله يعني كلمك في الامان يعني التسهيلات هناك سهله. ايه اللي موجود بتقدمه الحكومه السودانيه للمستثمرين في مجال الاستصلاح الزراعي ومش موجود في مصر؟ احنا لما نجي نحسب الحين المستثمر لما انا اجي انزل مصر او الكويت او السودان او السعوديه او الاردن، اذا انا مو لاقي اريحيه قبل ما اسافر مش هشتغل. يعني زي اللي يروح دوامه مغصوب مجبور يعني فيروح ما يعطي من نفسه. السودان لما جينا قدمنا على ارض الزراعيه طبعا احنا شهر 11 الماضي قدمنا على الارض اخذنا التخصيص طبعا ملك مو حيازه او ايجار، انا اشتريتها ملك والملك لله سبحانه وتعالى. الدوله مسهله الامور كثير يعني. انا الحين القطاع الزراعي في مصر مش هشتغل فيه، هشتغل في القطاع العمراني العقاري. يعني انا يعني اشتغل زراعي. المعوقات اللي حضرتك شايفها يعني حضرتك لو بنتكلم هنا على مشكله تمليك الارض، دي مشكله ان حضرتك عايز تشتغل في ارض بتمتلكها، السودان بتوفر ده لكن في مصر مش موجود. لا هو بس انا اعتقد ان في بعض المستثمرين بيتملكوا الارض لو كانوا جادين. هو لما تم اصدار احنا لما نحسب الحين نحسب ان انت هتاخذ ارض بجنيه سواء دينار او دولار، ناخذها احنا بجنيه، في تكلفه عندي اني انا هصرف في التحويل لما نجي الحين المحصول البرسيم او محصول القمح معناه صح، احنا مو جايين نزرع حاجه نبيعها للبهايم بعيد عنك يعني حق المواشي، احنا اول شيء الدوله. انا حتى لما تكلمت مع الشباب معانا في الاداره زمان لما كان مكتبنا في الزمالك قلت احنا نتعهد للدوله في مصر، هذا كان الكلام ان احنا ما نصدر خياره برا مصر. انت صح ان انت تعطي المستثمر انت قاعد تعطيه حقه بس شد عليه. شد عليه يعني الحاجه اللي هي مثلا انت انا اعطيتك ارض استاذ مشاري، فعايزنا نشد ولا ما نشدش؟ لا انت تشد في حاله يعني في حاله معينه ان السودان قال لك انت عندك المحصول مثلا خلينا نقول محصول البرسيم او محصول القمح الخضروات. يعني مو معقول ان انا مستثمر خليجي، الخليج يعاني من شح المياه، السعوديه قفلوا الابار حاليا، الكويت بلد صغير بلد حار، فاحنا نجي نحسب اني انا الحين انا مواطن مصري او سوداني اشوف المستثمر ياخذ الارض هذه. وما في وظائف. والخيار والانتاج الزراعي يطلع برا. شنو استفدت انا كمواطن من البلد نفسه ما كلمك عن المستثمر.
شد على المستثمر الأولوية التعيينات الموظفين المزارعين والفنيين والمهندسين والدكاترة الطبيين من أهل البلد. ليش أنت تعطيني لا مانع أجيب أنا من بنغلاديش وأجيب من الهند؟ فابن البلد هذا ما خذ حاجة، بالعكس ابن البلد عاوز يشتغل لو لقى فيه خط سير واضح يشتغل. ممكن تتفهم ان انا لما بدي حضرتك حريه في اختيار العماله اللي حضرتك عايز تشتغل بيها يعتبر ده نوع من انواع التسهيل. ما انا لو اشترطت على حضرتك زي ما احنا بنشوف في دول عربيه كثيره نظم اللي هي السعوده، وان احنا عايزين لازم المواطنين يشتغلوا بالاجبار في شركات ممكن تكون استثمارات خارجيه، ده بيمثل عبء وعائق. ان النهارده بفرض عليك عماله انت ممكن تكون مش محتاجها، العماله دي ممكن بتفرض عليك ضوابط وقواعد ممكن تتناسب مع معايير شركتك، يعني ممكن تكون دي نوع من انواع التسهيلات. حضرتك شايفها انها مشكله؟ لا هذه مو عن مشكله، بس انت لا يعني تخلي الحل هذا متاح. بس ما اجبرك مثلا انت الحين تقولي لي مثلا حضرتك عايز 40. تقول ان انا لما 40 مثلا خليك معي 40 انا عندي محتاج 40 مزارع، يبقى 20 من المحلي و20 من الخارج. طيب ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيتم يعني الحين مثلا خلينا نقول هم البلد، ما اتكلم عن البلد او اجراءات البلد. انا لما اجي الاحظ مثلا حتى في السودان المشكله اللي انا لاحظتها او استنتجتها ان البلد يقول لك هاك الارض. طيب انا لما اجيب بنغلاديش ولا هندي ولا اي جنسيه كانت مو ابن البلد، انا شنو قدمت للبلد؟ ولا حاجه. يعني انا اخذت الارض وزرعتها ووديت المحصول فين؟ الدوله كمان يعني. يعني انا مواطن، انا اتكلم كمواطن، هو مصري كويتي كلنا عيال ادم عوا. انا اجي بص مستثمر هذا جاء عطوا الارض زرعها والمعدات تجي مثلا من برا واعفاء جمركي وكذا وكذا، هم المواطن ليه حق. احنا نتكلم عن حقوق، ما نتكلم عن مستثمر. مستثمر زي النحله، وين في فلوس وفائده واريحيه في عمله حيشتغل. فالزراعه احنا في مصر انا اكلمك امانا لله مش هشتغل في قطاع زراعي، هشتغل في قطاع السياحه اللي هي الشاليات، مشروع العقاري هنشتغل في عقاري. يعني ابو بالين يعني كذاب، انا اشتغل هنا زراعه وانا زراعه ما يصير. لا انت الزراعه هتشتغل في أنا المكان اللي انا مرتاح فيه، مكاسب انا مرتاح فيه يعني. لكن مش قصه بالين، لان حضرتك عندك 40 بال وشغال فيهم. لا. كويس جدا. طيب خلينا نقول ان الفرص اللي حضرتك شايفها في الاقتصاد المصري حاليا غير قطاع التشييد والبناء، وهل العاصمه الاداريه الجديده ممكن تكون محور من محاور اهتمامكم في الفتره اللي جايه؟ والله احنا قعدنا نبحث موضوع العاصمه الاداريه، وقعدنا يعني شهر 7 الماضي يعني الأمان لا يعني لفينا كده شفنا العاصمه الاداريه. البلد شغاله على قدم وساق، والدفاع ما شاء الله يعني وزاره الدفاع شغاله ماسكه المشاريع، والرئيس نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي انه شغال وفق خط. الناس قاعده تعمل، بس متى حيظهر هذا الجسور والامور اللي انت شايفاها الحين؟ حتظهر بعد سنه سنتين. يعني الحين احنا نجي نقدم على مشروع العاصمه الاداريه، حنروح للجهاز او وزاره الدفاع او رئاسه الوزراء نقدم طلب. احنا نمشي وفق النظام. ما امشي انا بنظام ثاني. قدم طلب، انا محتاج مثلا 100 فدان 50 فدان مشاركه مع الدوله. الدوله حتقول لك تفضل. متى حتبني؟ متى حتدفع فلوس هذه الارض؟ مو مجانا. انا حاخذ الارض، الارض حتبقى مثلا لي انا واللي فوق الارض مشتريتها انت وغيرك. احنا في خطه عندنا مجلس التنفيذي عندنا الاداره الهندسيه في الكويت يعني من المشجعين، مو عشان هم مصريين فهم يعني بلدهم. احنا قلنا عندنا مبلغ عاوزين نشتغل في مصر، قالوا عندك حلين غيرهم ما في. طيب خلينا نقول ان راي حضرتك في برنامج الاصلاح الاقتصادي والتعويم هل ده كان مشجع للاستثمار وضخ استثمارات اكتر، ولا حضراتكم منتظرين ان يكون في استقرار لسوق العملات في مصر؟ هو التعويم اكتر يعني استقرار اكتر، لان القرارات بالتاكيد كان ليها اساسي في عمليه استقرار وعدم وجود سعرين للعمله الاجنبيه في مصر. هو التعويم ما جاء من فراغ، تعويم وفق طلبات البنك الدولي. انا عشان اعطيكي لازم انت تشيلي الدعم حاجات معينه تشيلينها وتنزلي في العمله. تمام. فاحنا الحين التعويم هذا يعني هذا مو شغلنا احنا، احنا عندنا راس مال. بس لما صار بدايه التعويم يعني مثلا ارمي مليون دولار بعد شهر ينزل يصير 750. غير هذا انه في مشكله، انا مثلا احنا اشتغلت في مصر جيت بحول فلوس ممنوع. بس المشكله دي اعتقد انها اتحلت خلاص. هذه انا اتوقع انا يعني انا من زمان يعني الامور هذه ما سالت فيها الامانه لله، يعني بحكم شغل كذا بلد يعني
بس احنا حنسال اذا انا اقدر احول الفلوس، وانت لما تجي تدخل فلوس في بلد وتشتغل وتكسب يبقى انت حتتوسع. انا مو جاي وافد يعني اشتغل مثلا دكتور او مهندس وساكن هنا وابعث لعيالي، انا جاي احط قرش حيطلع مثلا خمسه، الخمسه احطها هنا حتطلع عشرة. التوسع مطلوب والبلد مقبله على نمو، والبلد هذه اساسا فيها خير من زمان مو من اليوم، من زمان يعني. طيب لو النهارده عايزين نصيحه من حضرتك للحكومه المصريه وخاصه المجموعه الاقتصاديه، يعني لو بنتكلم على حضرتك فحضرتك سفير للاستثمار في دول كتيرة جدا وعندك تجارب واصطدمت بالبيروقراطية في بعض الدول وشايف ان في دول تانية بتقدم تسهيلات، ولو النهاردة عايزين منك نصيحة او رؤية ايه اللي ممكن الحكومة تتخذه من اجراءات بشكل فوري يكون ليه مردود ان حضرتك النهارده تبقى سافرنا مش بس في الكويت، في كل الدول اللي حضرتك بتشتغل فيها، وان يكون في شراكات حضرتك تيجي تنفذها على ارض مصر. والله هو شوف البلد تحتاج شيء بسيط انه يتطبق. يعني انا اكلمك عن نفسي الامان، لا بجامل لان المال ما في مجامله. انا لما جيت هنا 2015 طبعا انا من صغير وانا اجي هنا يعني مو حاجة جديدة، مو عشان ما هي بلدنا أمنا أمنا مصر يعني، واللي يقول مصر مو كويسة يبقى هذا رجل الله يعين على نفسه يعني. حنا لما جينا أسسنا شركة مساهمة ب 2015 شهر 2، أنا والله ما أجامل لا في إعلام ولا في غيره، والله ما واجهتني أي مشكلة. هو أنت هتجاملنا أكثر من كده إيه؟ أنا ما أجامل، أنا أعطيك يا أوراق، أنا مشيت 15 يوم بس كان في مشكلة ان انت مثلا تجي تقدم في وزاره يكون في تاخير من عندهم. يعني تخيلي مثلا مشروع، مثلا انا جاي اقدم على مشروع، طريقه سير الورق للموافقات تاخذ لها 3 شهور 4 شهور. اطلعت على قانون الاستثمار الجديد وان بتطبيق القانون كل المشاكل دي تقريبا مش هتبقى موجوده؟ والله انا اكون صريح معاك، من 2015 من اسست الشركه وفتحت مكتب في الزمالك، بعدها فترة يعني صار دروب مع شركة معنا في الكويت، يعني كان معنا أخين نجلهم ونحبهم كل محبة، وقفنا. وأنا الحين جاي لوحدي يعني جاي أشتغل مع نفسي، يعني أنا أقول والله عاوز أخذ هنا أخذ، لأن ما عندي حد أسأله. مين الدليل بتاع حضرتك في الاستثمار في مصر؟ يعني حضرتك لما بتيجي مين بيستقبلك؟ بتروح على هيئة الاستثمار ولا بتروح على وزارة الإسكان بما إنك عايز تشتغل في قطاع التشييد والبناء؟ مين اللي بيرسم لك الصورة الكاملة؟ حضرتك عايز تضخ أموال فضخها في الاستثمار ده وبيسهل عليك الأمور؟ يعني أنا شايفة إن حضرتك النهاردة في معلومات كتيرة وفي قوانين وفي تشريعات وفي قواعد وضوابط اتخذتها الحكومة مش من 2015، في 2017، ومن شأنها انها تنمي الاقتصاد وتجذب استثمارات. حضرتك اعتقد انك ما اطلعتش عليها بحكم ان عندك مرارة من السنوات الأليمة اللي جيت تستثمر فيها في مصر. هل المفترض ان في جهات بتتلقى استثماراتكم؟ في جهة بتتكلم معاكم عن الاستثمار في مصر وايه الافضل الفرص المطروحة؟ والله هو يفضل ان انا يعني هذا مجرد يعني رأي، يفضل ان السفارات المصرية في الخارج انها تعمل زي مثلا سوشيال ميديا او رجال الاعمال زي غرف التجارية مثلا في الكويت في السعودية، انها تبعت رسالة في القوانين اللي حصلت مؤخرا ان انا ممكن انا مش واخذ بالي السفارة بلد في مكان ثاني. يعني انا اقول لك انت في الكويت هذا النشرة عندنا في الكويت، فانت تطلعين الحاجة، مو شرط اني انا اروح اسأل، بس اللي يبي الجواب حيخبط الباب. انا الحين حقبل على مشروع مثلا في العاصمة، حروح للهيئات المختصة حطلب مقابلة مثلا الوزير، حقابل اقول انا والله شنو اللي متاح، شنو عندك متاح، يقول لي والله انا عندي 1 2 3، انا عاوز والله المكان هذا، شنو الاجراء، شنو الطريقة، 1 2 3 4، دفعتنا كذا الحكومة. طبعا. لما حضرتك تقدمت لتأسيس الشركة بعد مؤتمر شرم الشيخ، مين اللي تولى؟ طيب مين اللي تولى انه يعرف حضرتك بفرص الاستثمار؟ والله هي الهيئة العامة للاستثمار. يعني انا لو مثلا عاوز مشروع اروح اقدم، مثلا اشوف المشروع، الوزارة مثلا سياحي اروح وزارة السياحة، سكني اروح الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، عاوز مثلا مشروع ثاني مثلا اي مشروع كان لي وزارة مختصة. احنا شغلنا اساسا بعد هم عندنا شغل النظافه، نظافه المدن. احنا اخذنا في ولايه نهر النيل في محليه عبطره اسمها، محافظه زي القاهره، اخذناها نظافه 5 سنوات نبدا فيها 1/8، هي تدوير النفايات
زي ما كانت شركات أجنبية زمان عندكم. أستاذ مشاري أنا بشكر حضرتك على وجودك النهاردة معنا على شاشة قناة المحور، وعلى وجودك باستثماراتك رغم كل مش هقول معوقات، لكن حضرتك أكيد عارف الاقتصاد المصري بشكل كامل، وكونك موجود النهاردة باستثمارات حتى لو كان حجمها لا يلبي طموحنا كمواطنين مصريين من مجموعة شركاتك، لكن إن شاء الله إحنا شايفين إن في لقائك النهاردة ممكن يكون في مزيد من التفاؤل. عندك تحدي وإصرار إنك هتكمل في الاقتصاد المصري حتى لو ما فيش علامات منورة بتقولك استثمر فين، لكن الفترة اللي جاية أعتقد إن هيكون في اهتمام بالمستثمرين العرب والخليجيين بشكل خاص، علشان إحنا محتاجينكم. شكرا جزيلا. جزاك الله خير. مشكور. وبشكركم مشاهدينا الكرام لأن وقت حلقتنا انتهى زي ما انتم شايفين، لكن الرسالة اللي بنتخذها النهاردة من حلقتنا ومن حوارنا مع الأستاذ مرشد المرشاد أن في استثمارات جادة عربية، في استثمارات خليجية تنتظر مؤشر وتنتظر علامات مضيئة نقول بس إحنا عايزين إيه وبنستثمر فين، ولازم إحنا اللي نروح لهم وما ننتظرش إن هم ييجوا مصر يدوروا على فرص الاستثمار، لازم نشجعهم ونساعدهم ونكون إحنا القبلة الأولى ليهم في الاستثمار. شكرا مشاهدينا الكرام.